رب يا رب فيما يوجبه الإسلام على المرأة المسلمة التذكرة الحضرمية فيما يجب على النساء من الأمور الدينية تأليف العلامة السيد محمد بن سالم بن حفيظ العلوي الحسيني الحضرمي الشافعي نفع الله به ثوابه لوالدة يوسف أحمد جمال مريم شاهين محمد شاهين وجدته عائشة سليمان هي تقرب حق الله يرحمها أم عيسى وهشام عيسى مال شاهين كانت تزور يدتي أم حسين ليلى محمد صالح البصري طبعا نفقة الحاج يوسف أحمد جمال شيخ الطريقة البرهان الدسوقة الشاذلية الصوفية صديق الوالد السيد يوسف السيد هاشم الرفاع الوزير نائب شيخ الطريقة الرفاع الصوفي غفر الله له جميع ذنوبه ووالديه وجميع المؤمنين ومنات المسلمين والمسلمات أحياء منهم ولأمواتنا وسامعين عن قريب مجيب الدعوات رحمتك يا أرحم الراحمين آمين وفي وجه الله تعالى يهدى ولا يباع الثمن يا رب اشتغل هني الكتاب شفت سبحان الله هذا محمد حسنين مخلوف شيخ الأزهر مفتي الديار المصرية السابق هني بالمقبرة وايد شفت من ذريته حليم رجال مخلوف وشلتوت هم شيخ الأزهر الله كتب مفتي الديار المصرية السابق عضو جماعة كبار العلماء 27/4/1918 أنا مو مولود 64 يعني 60-40 يعني قبل 64 سنة سبحان الله يا رب يا رب هني شفت أنا سبحان الله شغلة أنا بنأرخها لكم وهي حلوة تفيد الإسلام والمسلمين عن النساء يقول هني عن النميمة وآثارها قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم قال رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة هل تحب إحداكن أن تكون من شرار عباد الله فإن كانت لا تحب ذلك فلا تمشي بالنميمة فيجب عليكن يا معشر النساء منع أنفسكن من هذه المخازي والرذائل قال الشيخ السيد أبو بكر بن شهاب الدين حضرم اليافع الصوفي أكيد واقبحوا القبائح الرخيمة الغيبة الشنعاء والنميمة الله أكبر فتاك والعياذ بالرحمن فتاك والعياذ بالرحمن موجب الخلود في النيران ومن أقبح المنكرات الإفساد بين الزوجين لما روي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال من فرق بين امرأة وزوجها فرق الله بينه وبين الجنة يوم القيامة قال عليه السلام من عمل في فرقة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان عليه لعنة الله في الدنيا والآخرة حرم الله عليه النظر إلى وجه الكريم قال عليه السلام ليس منا من خبب أي أفسد امرأة على زوجها أو عبدا على سيد رواه أبو داود في السنن فلتحذر المرأة من التسبب في التفريق بين الزوجين ولو كانت كزوجة بنتها أو قريبتها سبحان الله أبو بكر عنده قصايد وشكرا وقلق الكتاب